أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وهذه الجولة الجديدة مع أبرز ما جاءت به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. نستهل جولتنا بأبرز ما جاءت به الصحف المحلية، والبداية من الأهرام. السيسي: متضامنون مع الأشقاء السودانيين لمواجهة آثار السيول. إعلان السودان منطقة كوارث طبيعية وفرض حالة الطوارئ 3 أشهر. وفي شأن آخر قالت: المصريون بالخارج يصوتون اليوم وغدا في إعادة الشيوخ. ومن الأخبار: خلال استقباله وزير خارجية البحرين، السيسي يقول: أمن الخليج مرتبط بأمن مصر القومي. الرئيس يوجه بتطوير 1000 قرية بحياة كريمة من منظور شامل. مدبولي ينقل تحية الرئيس السيسي لشعوب العالم السحر والجمال في قرعة مونديال اليد للرجال. وإلى المصري اليوم: محافظة القاهرة والجيزة يقودان حملة إزالة التعديات. منتدى شباب العالم يدعو بائع الفريسكا للمشاركة في دورته المقبلة. وزير النقل يستقبل الدفعة 5 من جرارات السكك الحديدية. دليل إرشادي للوقاية من كورونا في بيئة العمل. ومن الجمهورية: نتابع تنفيذا للتكليفات الرئاسية 35 اتفاقا جديدا لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين. الملة: خطط البترول تحظى بدعم القيادة السياسية. نتيجة المرحلة الثانية خلال 48 ساعة والتحويلات نهاية الأسبوع. مصر تشارك في إطلاق المنصة الرقمية للمناخ. أما وقفتنا مع أبرز ما جاء بالصحف العربية نبدأها من الشرق الأوسط. غوتيريش يحذر من خطر المجاعة في 4 دول منها اليمن، وأكثر من 50 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي. فرق إنقاذ: عدم وجود مؤشر حياة تحت مبنى دمره انفجار بيروت. مخاوف من خروج الوباء عن السيطرة في العراق. وفي الخليج الإماراتية: مصر والبحرين تدعمان الحل السياسي في ليبيا ووحدة أراضيها. حوار المغرب ينطلق اليوم، ورفض ليبي لترميم الصخيرات. الجيش اللبناني يوقف خلية إرهابية مرتبطة بداعش. تركيا تصعد شرق المتوسط وتنقل دبابات إلى حدود اليونان. ومن صحيفة عمان نقرأ: الحوثيون يحاصرون مأرب لتعزيز سيطرتهم على موارد الحديدة. كورونا والأزمة الاقتصادية يحاصران دمشق. انطلاق عمليات عسكرية عراقية لملاحقة السلاح المنفلت في البصرة وبغداد. العالم يترقب موجة ثانية من الوباء. من القدس الفلسطينية نتابع: السودان يواجه سيولا وفيضانات لم تشهدها الخرطوم منذ 100 عام. مستوطنون يحطمون زجاج مركبات في نابلس واعتقال 5 أشخاص في الضفة. متظاهرون يحتشدون في طرابلس ضد السراج. الجيش اليمني يحرر عددا من المواقع بالجوف. ونتحول الصحف العالمية، ومن واشنطن بوست الأمريكية نقرأ: ترامب يجدد وعوده بتقديم لقاح لفيروس كوفيد-19 في محاولة لتحسين موقفه مع جمهور الناخبين الرافضين بأغلبية ساحقة لإدارته لأزمة كورونا. مع تصاعد الحرب الجوية الأمريكية في أفغانستان، تراجع التحقيقات حول الأضرار التي لحقت بالمدنيين هناك. ولازلنا مع الصحف الأمريكية ونطالع من نيويورك تايمز. وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ترفض نشر وثيقة استخباراتية تحذر من محاولات روسية لتشويه سمعة جو بايدن. سباق على إنتاج لقاح كورونا مع قيام الصين وروسيا بتوسيع جهودهما لاستباق اللقاح الأمريكي. ومن غارديان البريطانية:
مع دخول مدن أخرى في حالة إغلاق بسبب فيروس كورونا. السلطات البريطانية تفكر في إعادة غلق العاصمة لندن. الآلاف في إسرائيل يطالبون نتنياهو بالاستقالة. الغضب يتواصل بسبب تعامل رئيس الوزراء مع أزمة فيروس كورونا واتهامات بالفساد. من لوموندا الفرنسية، مفاوض بريطاني حول بريكزيت يعد بأن المملكة المتحدة لن تكون دولة تابعة لأوروبا. برلين تهدد موسكو بفرض عقوبات في ظل غياب التفسيرات حول قضية أليكسي نافالني. أوروبا ترفض إغراءات بكين والجولة الدبلوماسية قبيل القمة المرتقبة بين قادة أوروبا والرئيس شي جين بينغ في 14 من سبتمبر الجاري. وبعيدا عن السياسة نتابع من البيان الإماراتية. رغم أزمة كورونا يفتتح الأربعاء المقبل مهرجان البندقية، وهو أول مهرجان سينمائي كبير يقام منذ ظهور فيروس كوفيد-19 في وقت تعيد الفنادق الفخمة في باريس فتح أبوابها على نحو محفوف بالمخاطر بعد أن حرمت من السياح الأجانب الأثرياء لمدة 5 أشهر ونصف الشهر. ومن ساندي تيليغراف البريطانية، تم العثور على العشرات من أفراس النهر العالقة في بركة كانت مملوءة بالطين والماء في محمية للصيد في ناميبيا، وهذه الحيوانات تواجه خطر الموت جوعا وعطشا. البركة كانت تحصل على مياهها من نهر قريب، إلا أن فترة جفاف طويلة أدت لنفاد مياه ذلك المنبع، وهذه الحيوانات بحاجة ماسة إلى دعم مالي لتغطية نفقات الوقود أو مصادر الطاقة الشمسية لإيصال المياه إليها. انتهت جولتنا الصحفية، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.